مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم واحد عنده علم ومال استخدم المال ده على ضوء علمه فهو بأعلى المنازل، والثاني ما عندوش مال بس عنده علم واعي وفاهم قال لو عندي اللي عملت فيه بعمل فيه فهو في المنزلة سواء، الثالث عنده فلوس بس ما عندوش علم. كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يخبط في ماله، قاعد يخربط لا يرى فيه حقا ولا يصل به رحمة ولا يعرف لله فيه حق، ايه ده؟ فهو بأخبث المنازل. الرابع يقول أنا ما عنديش بس أنا عندي هعمل ليلة يتحكى بها الأولين والآخرين، لو عندي هخلي البت مش عارف إيه، لو عندي هعمل إيه، لو عندي، فهو بنيته فوزرهما سواء. دي يبين لك خطورة النية يا جماعة، النية الصالحة توصلك للمكان اللي أنت ما رحتوش، والنية الخبيثة تمنع عنك الأجر ولو تقوم بأفضل العبادات. والنية تجارات العلماء، النية علم يا جماعة، لازم أصحح كده وأضبطها، لازم أدرس العلم الشرعي أعرف النية دي أعرف بها العبادة، أنا بصلي ولا بصوم ولا فرض ولا نافلة، أعرف بها يا لله ولا لغير الله، أضبط هذه المسائل وتكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف توضأ النبي فتوضأ مثله، كيف اغتسل النبي فاغتسل مثله، كيف تيمم النبي صلى الله عليه وسلم فتيمم، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عاش اهله صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل، دي حياتي ويسعني ذلك ويكفيني، هو القدوه والمثال الذي ارتضاه الله للعالمين. اضبط نفسك على الجو ده.